الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، سبحانه فعال لما يريد، له الخلق والأمر وبه النفع والضر، وله الحكم والتقدير، وله الملك والتدبير. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب هذا البيت العامر مسجد الاستقامة، حيث يعقد هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرصا منه ومن العاملين بالوزارة والقائمين بمهمة الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في نشر الوعي والفهم الصحيح لديننا، والتواصل المستمر والفعال والمؤثر مع عمار بيوت الله في كل أرجاء مصر. فنوجه لهم التحية والتقدير على هذا الجهد الرائع المبذول لخدمة دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحضور الكرام، يعقد هذا اللقاء تحت عنوان آداب طلب العلم، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وفضيلة الدكتور صبر الغياتي مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالجيزة، وقيادات وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ومبتهلاً المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، ونستمع إلى دروس العلم وإلى كلمة العلماء من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر، ومن فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. إخوة الإيمان، هذه اللقاءات هي لقاءات ذكر وعلم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللقاءات لقاءات ومجالس يباهي الله عز وجل بها الملائكة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال معاوية: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم
ما
الله أكبر الله التنزيل والذكر والهدى فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد بمسجد الاستقامة تحت عنوان أداب طلب العلم. الحضور الكرام، ليس من المبالغة أن الدنيا لا قيمة لها في نظر الإسلام بدون العلم. لهذا كانت الرسالة الأولى وكان أول تكليف من رب العزة سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت أول آيات نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالعلم، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقضية العلم وفضل العلم بدأ مع الوجود الإنساني. فما فضل أبونا آدم على الملائكة إلا في جانب العلم، فقال الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ويجب أن نعلم أن العلم وطلب العلم هو أحد الطرق الموصلة إلى الجنة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. الحضور الكرام، مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة والأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم، أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
ومن الذين تتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة، وأن نكون من الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. حض ديننا الحنيف على تعلم العلم وتعليمه، وليس أدل على ذلك من كثرة النصوص القرآنية ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى العلم وتبين فضل من شغل بالعلم وفضل من حصله وعلمه. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر كيف بدأ الله عز وجل في الشهادة بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذا فضل عظيم لأهل العلم. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بخمسمائة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأيضا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال الإمام علي رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وأيضا كثير من النصوص القرآنية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين التي تدل على أن الحظ على تحصيل العلم وطلبه من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. وهناك كثير من آداب طالب العلم الذي يجب على طالب العلم أن يتحلى وأن يتأدب وأن يتخلق بها إن أراد أن يحصل علما نافعا، وإن أراد أن يكون ذلك العلم سببا في دخوله الجنة. أول هذه الآداب الأدب قبل الطلب. الأدب قبل الطلب، واجب على طالب العلم أن يحسن الأدب قبل أن يطلب العلم. وقديما كانت العرب عندما يبلغ الصبي سن التمييز كانوا يرسلون به إلى المؤدب، يتعهد ذلك الصبي، يؤدبه، يهذبه، يدربه على حسن الخلق، حتى إذا لمسوا بأنه يستطيع أن يحترم العلم والعلماء دفعوا به إلى العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كانوا يطلبون الأدب ويتعبدون 20 سنة قبل أن يطلبوا العلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: طلبت الأدب 30 سنة، ثم طلبت العلم 20 سنة. وكان يقول: أعتقد أن الأدب يعدل ثلثي العلم،
وكانوا يقدمون الأدب على العلم. هذه مقولة عبد الله ابن المبارك. إذن من أهم الآداب أن يتأدب طالب العلم حتى يعرف حقوق الأستاذ، وحتى يعرف قيمة ذلك العلم الذي سيحصله. الأدب الثاني أو الأمر الثاني، الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. العلم عبادة القلب، وكما نقول لا تقبل العبادات بدون طهارة الجوارح، فلا يحصل القلب العلم دون أن يكون القلب قد ملئ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأنتم تحفظون حديث الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن للأسف لم يكن تحصيل العلم وقراءة القرآن الكريم لأجل الله، وإنما كان ليقال عالم، ليقال قارئ، ليقال فقيه، فهذا لا ثواب له عند الله في الآخرة، أخذ ثوابه في الدنيا. قال الناس ما أراد، فلا حظ له ولا ثواب له في طلب العلم. لذلك ورد أن من يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة. كذلك من أهم الآداب تقوى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله من أهم وسائل تحصيل العلم، بدونها وإن حصل الطالب علم الأولين والآخرين لن يثمر هذا العلم ولن يستفيد منه، لأن العلم الذي لم يحصل على تقوى من الله سبحانه وتعالى لا فائدة فيه لصاحبه ولا لمن زاع أو لمن استمع أو نشر عليه ذلك العلم. انظر للإمام الشافعي رحمه الله الذي ضرب به المثل في شدة الزكاة. بلغ من شدة زكائه أنه كان إذا أراد أن يقرأ في المصحف يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى حتى لا يحفظ اليسرى قبل اليمنى، بنظرة واحدة إلى المصحف يحفظ الصفحتين. مرة كان يجلس في مجلس الإمام مالك رحمه الله، وكان الإمام مالك يدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكان من عادة الإمام مالك وهو يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام، ثم يشير إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى مرة وهو يشير إلى المقام، رأى الشافعي يعبث بصمرة من الحصير بعد أن بللها بريقه، رآه يعبث يضع قطعة من ثمرة الحصير ثم يبللها ويكتب بها على يده، فأغضب ذلك الإمام مالك لأنه كان يرى في الإمام الشافعي نبوغا لا يوصف. فبعد أن انتهى الإمام مالك من قراءة ما كان يقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، نادى على الشافعي وقال له: كيف تعبث بهذه الثمرة وأنا أقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم غضب منه، فقال الإمام الشافعي: يا شيخي، ما كنت أعبث بها، وإنما أنا غلام فقير لا أملك الدينار الذي أشتري به القلم والقرطاس، فكنت أسجل ما تقول من أحاديث بهذه على يدي. استغرب الإمام مالك واندهش من هذا الأمر، وظن أن الشافعي غير صادق فيما قال. قال: فإن كنت صادقا فاقرأ لي
ولو حديث واحد من الأحاديث التي ذكرتها في هذا في هذه الجلسة. وكان الإمام مالك قد قرأ 40 حديثا. جلس الإمام الشافعي كما كان يجلس أستاذه ويقول عن فلان عن صاحب هذا المقام ويشير كما كان يشير الإمام مالك حتى قرأ 40 حديث كاملا. انظر إلى شدة الذكاء. ومع ذلك لمس الشافعي يوما قلة في ذكائه، استغرب واندهش، سأل شيخه وكيع عن سبب ذلك وقال مسجلا ذلك: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما هو الذنب الذي وقع فيه الإمام الشافعي الذي جعله يشعر بقلة في الزكاة؟ ليس ذنبا كبيرا، وإنما قال العلماء كان له ورد يقرأه كل ليلة قبل أن ينام. أكل ليلة طعاما ثقيلا فشغل أو تكاسل عن قراءة الورد. وقال غيره: نظر إلى كعب امرأة فعوقب بقلة في الزكاة حتى يصوب المصار. الإمام الشافعي ذكر الآداب والشروط التي ينبغي على طالب العلم أن يحصلها إن أراد أن يحصل العلم. قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحلم واجتهاد ودرهم. ذكاء وحلم واجتهاد ودرهم وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي لتحصيل العلم. من أهم الآداب أن يتواضع التلميذ وأن يتواضع كل طالب علم لأستاذه ولشيخه ولمعلمه. وحتى لو حصل من العلوم في ظنه ما لم يحصله الأولون لابد أن يتواضع. كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بزمام ناقة سيدنا زيد بن ثابت وكان معلمه، كان يجرها فكان ينهاه سيدنا زيد ويقول له: لا تفعل ذلك يا ابن عم رسول الله. فكان يقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فكان سيدنا زيد يقبل يده ورأسه ويقول: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأدب الأخير على طالب العلم أن يعمل بما يحصل وبما يتعلم من علم. فليست العبرة بكثرة ما يحصل الطالب من علم، وإنما العبرة في أن يعمل بذلك العلم. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: كانوا يطلبون العلم فيظهر ذلك في خشوعهم وفي هديهم وفي سيرتهم. أي يؤثر العلم في سمتهم، يؤثر في أخلاقهم، يهذب الأخلاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قمت بالعمل بما ورد في هذا الحديث. وصلت إلى حديث الحجامة فقرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ثم أعطى للحجام دينارا، ففعلت ذلك، احتجمت ثم أعطيت للحجام دينارا. هذا يدل على حظ الإمام أحمد رضي الله عنه كل طالب علم أن يعمل بذلك العلم. وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها والتي استمعنا إليها ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد تحت عنوان أداب طلب العلم. بالعلم تبنى الأمم وتشيد الحضارات. بالعلم يحترم العالم المجتمع الذي يتميز بالعلم والفهم. وديننا لما دعا إلى العلم وأمر به، مع أن للعلم الشرعي منزلته وقدره، إلا أن دعوة الإسلام للعلم هي دعوة عامة، فكل علم يحقق للمسلمين النفع، وكل علم يحقق للمسلمين التقدم والازدهار هم مطالبون به، ويجب أن يسعوا إليه ويحرصوا عليه ويحصلوه. بالعلم تفوق الإنسان على الجن، كما في قصة سيدنا سليمان لما طلب عرش ملكة سبأ، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فتفوق الإنسان بعلمه على الجن، ولهذا لا قيمة للمسلمين إن لم يحرصوا على طلب العلم، وأن يكونوا أحرص الناس على الوصول إليه. وبالتالي نجد أن في ديننا وقرآننا أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم أقدر الناس وأحق الناس بخشية الله سبحانه. لماذا؟ لأنهم من خلال العلم يتوصلون إلى أسرار هذا الكون، فيصلون من خلال أسرار هذا الكون إلى مبدعه وخالقه سبحانه وتعالى. فقال الله في شأنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحديث موصول، وتنتقل الكلمة الآن إلى فضيلة الأستاذ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الحضور الكرام، في جلسة من جلسات العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن تكون في موازين حسناتكم وحسنات من كان سببا في وجودها في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. العلم هو الذي يبني المجتمعات. أول آية نزلت في القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هناك كتاب الله المستور القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور وهو الكون. ولعل في تكرار كلمة اقرأ إشارة إلى الكتابين المستور والمنظور. وقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
كلمات القرآن معروفة ومحصورة، بل حروفه وشكلاته معروفة أيضا ومحصورة. إذن كلمات الله التي ذكرت في هذه الآية لا بد أن تكون شيئا آخر غير القرآن الكريم، وهي كلمات هذا الكون المنظور الذي إذا نظر الإنسان فيه دله ذلك على وجود خالقه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق العبادة. ولذا كان العلم قبل العمل، وبوب الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيحه باب العلم قبل العمل، وجاء بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم وسيلة من وسائل الحفاظ على هذا المجتمع، وهو وسيلة إلى العبادة، وبه يرتقي الإنسان منزلة، كما استمعنا من أستاذنا عندما ذكر ربنا منزلة العلماء عندما شهدوا أعظم شهادة. ولو كان هناك أعظم من العلماء لذكرهم الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهدوا شهادة التوحيد. وعندما ننظر إلى العلماء والعلم الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا أن آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي هكذا بهذه القراءة الصحيحة: العلماء هم الذين يخافون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نزلت في آيات تتحدث عن علوم كونية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إذا أردنا أن نضع هذه الكلمات تحت علم من العلوم، ربما وضعنا هذه الآيات أو هذه الكلمات ثمرات مختلفا ألوانها في علوم الزراعة وفي علوم اختلاف الألوان واختلاف طبقات الأرض والجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، أي جبل أسود غربيب، أي أشد سوادا. ومن الناس أيضا، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم جاء قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، في وسط آيات تتحدث عن علوم كونية، ليدلنا ذلك على أن العلم لا يقتصر عند العلم الذي نسميه الديني، بل كل علم ينتفع به صاحبه هو من علوم الدين. فإذا ما كان العلم يؤدي بصاحبه إلى خشية الله عز وجل فهو علم محمود، والإنسان كما تعلمون مكلف بعمارة الأرض، فأي علوم تدخل في عمارة الأرض فالإنسان مطالب بها. العلوم الدينية من قرآن وتفسير وأحاديث هي من أشرف العلوم، لا ننكر ذلك، وإنما لا يقتصر العلم عليها. إذ جاء بعد هذا
قول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ومثلها أيضا، أي مثل هذه الآية، في سورة الروم عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والعلم الذي لا ينتفع به صاحبه هو وبال عليه، فمن كتم علما فلم ينفع به الناس ولم ينفع به المجتمع ألجمه الله بلجام من النار، ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. وإن الإنسان عندما يتعلم العلم لا بد أن يعلم أنه لا بد أن يعمل بهذا العلم الذي يتعلمه. مهنتنا ليست كبقية المهن أيها العلماء، إننا ندل الناس على الله سبحانه وتعالى، وندل الناس على أمور معاشهم ومعادهم طبقا لما قرره ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون قدوة في العمل بالعلم الذي ندعو إليه. جاء رجل إلى سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يريد أن يدعو إلى الله، فأرشده إلى ثلاث آيات في القرآن الكريم يضعهم أمامه عندما يدعو الناس ويعلم الناس. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والعجب أن يقول واحد من الناس: هذه نزلت في بني إسرائيل، فنعم القوم إذا كانت كل سيئة عليهم وكل حسنة لنا. فالآية عامة كما قال العلماء. الآية الثانية على لسان أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى سيدنا شعيب عندما قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذا في الحديث عندما ذكر رب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلقى به في النار فتندلق أقتابه فأي تخرج أمعاؤه، فيسأله أهل النار: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الصف: كبر مقت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صلوا على المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان نعم الأسوة ونعم القدوة في تعلمه وتعليمه صلوات ربي وسلامه عليه. فها هو عندما يأتيه سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا عليه السلام، عندما يأتيه ويجلس منه جلسة المتعلم عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. فخذي من؟ إما أن تكون على فخذيه هو كالمتأدب بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه سيدنا رسول الله، وإما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موقف آخر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه لنا سيدنا معاوية السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندما دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله. الرجل عطس وهو في الصلاة فسيدنا معاوية قال يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم لعله لم يكن يعلم أن الكلام محرم في الصلاة. فلما رأى القوم يصمتونه سكت. ثم بعد الصلاة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا معاوية والله ما رأيت معلما أحسن ولا أرحم منه صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني ولا شتمني، إنما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. مواقف كثيرة تعلمنا أدب العلم والتعلم. إن العلم يدعو إلى التواضع لا إلى الكبر. العلم يدعو صاحبه إلى أن يكون متواضعا للناس، لأنه إذا كان الإنسان ربما تكبر بماله أو بجاهه أو بمنصبه ربما لا يعلم، أما العالم فلا بد أن يعلم، ليس عذرا في الكبر فيها، فهو خلق ذميم. ولكن العالم هو أولى الناس أن يتواضع وأن يخشى الله سبحانه وتعالى. في حديث القرآن الكريم عن سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح أو النبي كما قال أو اختلف العلماء في ذلك، عندما عرض سيدنا موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفي هذه القصة فوائد كثيرة، إذ فيها أنهم ما تعبوا إلا بعد أن تجاوزوا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذ الإنسان لا يتعب إلا ببعده عن أوامر الله سبحانه أو بمعصيته لله سبحانه وتعالى. ثم هو عندما يسأل هل هناك من هو أعلم منك، فيجيب بعلمه أنه ليس هناك من هو أعلم منه، فيدله الله سبحانه وتعالى على هذا النبي أو على هذا العبد الصالح فيتعلم منه سيدنا موسى عليه السلام. ثم يشير سيدنا الخضر إلى أن علم موسى وعلم الخضر بجوار علم الله أو من علم الله سبحانه، كما أخذ العصفور من البحر فهل ينقص من البحر شيئا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى واسع، وعلم الله سبحانه وتعالى يعلم يعني به الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، سبحانه العليم الخبير سبحانه وتعالى. ففي ما ذكرنا وما استمعنا إليه ما يدعون إلى أن نتخلق بأخلاق طالب العلم وأن نتأدب بآداب العلم وهي كثيرة، وأن ننشر هذا العلم بين الناس وأن نكون أعضاء صالحين في مجتمعنا. عندما نسأل عن علم لا نجيب إلا بما نعلم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال لا أدري؟ أتظن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا فقال لا أدري؟ طب أتظن أن الملائكة كانت لا تدري؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكيف يبتعد الإنسان عن قول لا أدري إذا كان لا يدري؟ عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل بقاع الأرض قال لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل رب العزة جل وعلا. فلما علم
بأن خير بقاع الأرض هي المساجد وشر بقاع الأرض هي الأسواق أخبر بها سيدنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي لا يعلم لا يفتي بغير علم. أصاب رجلا حجر فشج رأسه في محضر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام هذا الرجل فأصبح جنبا، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه قتلهم الله، إنهم لم يطلقوا عليه رصاصة أو لم يذبحوه بسلاح أبيض أو لم يعطوه سما ليقتلوه به، إنما قتلوه بفتوى بغير علم. قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العين أي الجاهل السؤال. فكل من لا يعلم شيئا عن موضوع معين يجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، وعلى العالم ألا يجيب بما يعلم، فإذا كان لا يعلم لا يجيب بفتوى تضل غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتوضأ وأن يعصب على جرحه ثم يغسل سائر جسده. هكذا علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم، جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة على هذه الكلمة الطيبة ضمن هذا اللقاء الطيب والذي يعقد تحت عنوان أداب طلب العلم. الحضور الكرام، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ومن لم يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وصدق القائل: العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. إخوة الإيمان، هيا بنا مع الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليل. اللهم اشرح صدورنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين يا الأمم.
فالحكم في الدهر منسوب. Oh!
بالكمال توحدا لمدحه ماذا أقول لمدحه ماذا أقول والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملا سجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى وسلم خير خلق الله طه فاق شمسا في ضحاها خير خلق الله طه فاق شمسا في ضحاها صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فضل طه لا يضاع فاق كل الكون جاه فضل طه خصه الله إليه وبه الذكر تباهى صلى الله
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، نصل إلى ختام فقرات هذا اللقاء الطيب والذي عقد بمسجد الاستقامة وكان تحت عنوان آداب طلب العلم. الحضور الكرام، في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وإلى العاملين بوزارة الأوقاف على مثل هذه اللقاءات الطيبة، ونتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وقد استمعنا إليهما في كلمة العلم. ونتوجه بالشكر إلى فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان الذي كان معنا قارئا خلال هذا اللقاء الطيب، ونتوجه بالشكر إلى فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف الذي كان معنا مبتهلا خلال هذا اللقاء. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى قيادات وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة وإلى القائمين على أمر هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وتقبلوا تحيات محمد جمعة من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.